كوكب الخيال والتشويق. السلام عليكم، معكم دكتور ميشو ودارش في حلقه جديده، والنهارده هنلعب مع بعض لعبه روبلوكس في ماب الهروب من بابا نويل الفضائي. ان شاء الله تستمتعوا بالفيديو. ما تنسوش اللايك عشان تشتركوا لو ما كنتوش مشتركين. وخلينا نلعب المبدا يا جماعه. المفروض ان هو في كائن فضائي كده خطفنا وعايزين نهرب منه، ولكن في سيم بابا نويل كده، يعني تحسوا ان الشخصيه دي بابا نويل اساسا بس النسخه الفضائيه. فيلا ان شاء الله تستمتعوا بالفيديو. ما تنسوش اللايك وخلينا نبدا. انا فاكر الراجل اللي هناك ده قال لي خلي بالك من العربيات اللي بتتحرك هنا، فما فيش مشكله يا باشا. ما انا مش شايف عربيات اصلا، بس ما علينا. اوكي بس مت دلوقتي، والله بيستهبل ده. خلينا نركز في العربيات وبعد كده مت من حاجه ثانيه خالص، بس ما علينا يا باشا. ايه ده يا باشا؟ يا جماعه في حاجه غريبه، بس عجبني شكل الرسبون الفضائي الغريب ده. ايوه يا حمو، مفيش مشكله، نايس يا جماعه. شوف هيقول لنا ايه المره دي. بيقول لي تسلق البتاعه دي. او ماي جاد. طيب يلا مفيش مشكله يا باشا، نتسلق البتاعه الكهربائيه دي. خلي بالك نمشي على السلك يعني ولا ايه؟ والله غريب يا جماعه، نمشي على سلك الكهرباء. حلو، نايس. اوكي طيب ننزل هنا. سلام عليكم يا باشا. يا جماعه الراجل قال لنا حاجات غريبه جدا، قال لنا ادخلوا المكان ده هتلاقوا هناك صاروخ تقدروا تاخدوه وترجعوا بيتكم تاني، اللي هو كوكب الارض يعني. فواضح ان ده الطريقه الوحيده عشان نخرج من الكوكب الغريب اللي احنا فيه ده. فبما ان الحارس نايم، يلا يا باشا خش على طول ما يهمناش. ايه ده؟ لا ثواني، اوه ده انا محتاج مفتاح. طب اجيب المفتاح منين يا رجاله؟ اه من هنا. اه يا سلام يا جماعه، سرقنا الحارس. صباح الفل، ده بيشخر شخير اوفر. خليك كده شخر شويه لحد ما يجيش الدكاتره كله يجوا. ماشي يلا يا باشا، فتحنا الباب، نايس جدا. المفروض يا جماعه دلوقتي بندور على صاروخ علشان نقدر نهرب ونرجع الارض. فمش عارف بصراحه. اوه ادخل ازاي؟ اوه واو، الباب مفتوح اصلا. اوكي في كاميرا مراقبه يا باشا. اوكي اوكي اوكي، احنا شغالنا دلوقتي السكيورتي سيستم، ودي مشكله ان الحراس هيجوا يمسكونا وهيبهدلونا بهدله مش طبيعيه، ممكن الفضاء نفسه يجي لنا، ودي كارثه برضو. يا سلام يا سلام، حلو يا باشا. اوكي ادخل من هنا. لا مكتوب لا، لا يعني ملاش نفتي. اوكي لا لا، والله عملتها اسطوره انا، والله يا جماعه شوفوا القفزه الاسطوريه. اوكي اتخضيت بس مش مشكله. بيقول لي لازم اجيب المفتاح ولازم افتح بعدها القفل ده. حلو حلو، يلا يا باشا مفيش مشكله، احنا احتراف اوفر. بس العيال كلها لسه ما جاتش، مفيش غير يوسف هنا. يلا يا رجاله مستنيكم انا. والله يا جماعه مشكله، الاحتراف الاوفر بيخليك تسبق ال 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 شيل الكلام اللي انا قلته ده، يعني كاني ما قلتش حاجه يا جماعه، مش مشكله ما علينا. بس خلي بالك. ايه يا باشا الكهرباء؟ ايه انا هرزرع؟ ايه ده يا حمو؟ انا كنت بستناك، ماشي ما تقعدش ترقص بس وتجلطني. يا سلام عملتها، خلاص يا باشا ابلع. اوكي عندنا هنا هديه مش عارف ايه لازمتها، بس زي كوينز كده نجمعها. وهنا القفل، بس لازم الاول اجيب المفتاح اللي قال لي عليه. فين المفتاح؟ اوه المفتاح هنا فوق. ايزي ايزي نقدر نجيبه يا رجاله. يلا شدوا حيلكم معانا. اوكي افتح بقى الباب يا باشا. يلا يا باشا تعالوا تعالوا تعالوا. ايه ده ما فتحش ليه؟ ايوه فتح لي كده تمام. طيب لغايه دلوقتي يا جماعه هدفنا ان احنا نلاقي الصاروخ، فربنا يكرم ونلاقيه بسرعه. ايوه ندخل تشيك بوينت اهم حاجه. وشكله ده الصاروخ ده ولا ايه؟ مش عارف شكله كده مفاعل نووي ولا حاجه غريبه، بس ما علينا. اوعى لوس جيمر من وشي. المكان هنا غريب يا جماعه، بس الميه دي كده تحس انها معموله للتبريد، فده معناه ان ده فعلا مفاعل نووي. ولحظه هو مين الكائن اللي بيبص لنا بعينه ده؟ يعني انا اتلخبطت لما شفته بصراحه. شوف يا جماعه في كائن غريب هنا عمال يبص على الناس وهي بتعدي، ما اعرفش ليه. والله ديله هناك وعينه هنا، يعني كائن غريب جدا، بس ما علينا مش مشكله. خلي بالك اوعى يا باشا من وشي، اوعى يوسف. حلو حلو ايزي. شكله ده الصاروخ يا جماعه، احتمال يطلع ده الصاروخ يعني، مع ان شكله غريب، صاروخ كده متعلق على العمود يعني حاجه غريب. يا جدعان ما تموتونيش يا جدعان، انا حاسس ان هم بيلخبطوني بقى، معلش يعني. اوعى يا باشا من وشي، اوعى اوعى. ايوه يا سلام، اقعدوا ارقصوا كده وجلطوني. ماشي يعني فينا انا اوريكي شكلنا كده يا جماعه. مش هنروح للصاروخ اللي هناك ده اصلا، مفيش مكان او طريقه نقدر نروح له بيها، فاحنا مكملين في طريقنا مفيش مشكله. يلا محمد خش يا باشا، ما تخافش ما تخافش انا موجود معاك، فما تقلقش من اي حاجه. خد تشيك بوينت دي. يا سلام ايزي، بس اهم حاجه التركيز، التركيز يا باشا. نايس وصلنا فوق. طيب خلي بالك بس من البوابه دي عشان عماله تتحرك كده بشكل غريب. اوكي خلي بالك يا باشا، نايس نايس، عدي من ورا. حلو اتوقع كده تمام يا جماعه. صباح الفل يا باشا، مين اللي مات هنا ده؟ اوه شوفوا يا جماعه كان الفضاء الغريب باللون اخضر هناك، والله شكله غريب يا اخي. السلام عليكم عم الحاج. ايه ده هيقول لي حاجه، بيقول لي هل تحب تشتري خريطه للمتاهه؟ خلينا نقول له يس ونشوف. واو يا جماعه اديني الخريطه ب 25 روبوكس. والله يا باشا اشتريها مفيش مشكله عشان اساعد جيش الدكاتره بالكامل. يلا اشتريت لكم خريطه للمتاهه. ثواني هو فين الخريطه يا باشا؟ الو يا مستر فضاء انا اشتريتها خلاص، اشتريها تاني يا جماعه ده هيجلطني. يا باشا انا اشتريت الخريطه اساسا، اما تشوف يمكن تطلع لي جوه مثلا ولا حاجه في المتاهه. اوه ده بتظهر لي على الارض، نايس يا جماعه بيظهر لي الاسهم، بس نيفين كده كده غششتني اصلا. اوكي واضح يا جماعه اني ما كنتش محتاج اشتريها لان نيفين غششتني خلاص. ما شكرا يا جماعه، شكرا على الفلوس اللي دفعتها على الفاضي. يعني انا قلت اشتري الخريطه والله ساعدهم كده، وفعلا ظهر لي اسهم تساعدني، لكن يعني نيفين طلعت عارفه الطريق اصلا. احلى جلطه في الحياه بس مش مشكله. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ صوتك يخرب بيت رعبه. ايه ده؟ اوعى يا مستر بابا نويل. يا مستر اروح فين انا؟ يا قاتل ليه؟ لا والله قلت صدق يا جماعه. مستر بابا نويل الفضائي، واو شكلك غريب يا اخي ده. والله شكله اسطوري جدا ما شاء الله يا باشا بشنبه الجميل ده، بصراحه جامد جامد. بس سيبنا اعدي بس. اوكي اتوقع اني خلاص هعدي خلاص. يلا اوكي نايس نايس. ايه ده؟ ده مات
مستر باون ويل الفضائي. والله انا اسف يا باشا، لا مؤاخذه، معلش ما تزعلش مني. ما انت خطفتنا بقى، اعمل لك ايه يعني؟ عايز تيجي عندنا في الكوكب مفيش مشكله يا باشا، نستضيفك وناكلك على بسه. بص يا جماعه، لسه نايم بيشخر لغايه دلوقتي هناك، فواضح كده ان هو راح فيها خالص، ودي فرصه كويسه عشان نلاقي الصاروخ بمزاج ونقدر ان احنا نهرب براحتنا. فا اوكي، بيقول ان هنا المكان مرعب، بيقول ان احنا لازم كمان نروح لغرفه الفضاء وندوس البوتون ده عشان نفتح الباب. اوكي، او ماي جاد، شكله يا جماعه ده الصاروخ اللي احنا هنسافر بيه، وشكله على شكل شجره كريسماس. الصاروخ هناك اهو يا جماعه، والله شكله غريب جدا يعني، شجره مش عارف ازاي. ما علينا، ركزوا عيال. اوه، نعدي منين؟ لازم الاول نروح للبوتون يا حبيبي. تاني والله هتجلط يا جماعه، يعني البتاعه دي صعبه، لان يعني كده لازم تخبط فيها غصب، معرفش ليه. الحمد لله وصلنا للبوتون. اوكي تمام كده يا باشا، فتحنا الباب. حلو حلو، فتح لنا الباب دلوقتي اقدر ادخل. خلينا بقى نرجع. تعالى محمد، تعالى يا باشا، تعالى طب خليك فوق شويه، ما تجيش احسن، الجو هنا مش حلو. اتوقع يا جماعه اني هتجلط، بس الحمد لله انا مش هضطر اروح للبوتون تاني. حلو، نايس يا باشا، خد شيك بوينت اهم حاجه. طيب بس اروح جوه هناك، بس نروح له ازاي من هنا؟ اوكي اوكي، خلينا ماشي مع العيال. طيب يا جماعه دخلوا كلهم الصاروخ هنا، اخش معاك ولا ايه؟ اوه ماي جاد، دخلنا الصاروخ دلوقتي، والمفروض يرجعنا كوكب الارض، يا رب ما ينفجرش بينا. بس ايه ده؟ بيقول ان الصاروخ رايح للقمر. قمر يا باشا، احنا عايزين الكوكب الارض. يا دي الليله، احنا هنتجلط النهارده شكلنا كده يا جماعه. الصاروخ شوفوا جابنا فين. اوه ماي جاد، مفيش جاذبيه، والله نايس، احب الواقعيه الاوفر. احنا خوتنا في القمر يا جماعه، مع ان كان المفروض نروح الكوكب الارض يعني. طيب في بوابه كده لازم نوصل لها علشان نقدر نرجع كوكب الارض، فالوضع خطر بصراحه يا جماعه، واحنا دلوقتي بنلعب من غير جاذبيه، فالموضوع جلطه جلطتين ثلاثه كده على بعض يعني، بس ما علينا. ايوه خلي بالك يا باشا، يا دي الليل يا دي الليل، والله هنتجلط النهارده يا جماعه. ايه ده ايه ده؟ ايوه اوه ماي جاد، لا مش هنتجلط والله، ده قفزه واحده وصلتني فوق على طول. طيب اللي جايه دي شكلها صعبه شويه، بس ايه ده، في حاجه هنا؟ ده شكله مشروب طاقه يا باشا. يا سلام عليك وانت بتربع. اوه ماي جاد، لا ده مشروب طاقه اوفر اوفر اوفر، بس نايس، احب كده يا باشا. حلو دلوقتي يا جماعه احنا على كوكب كوكب القمر. ايه كوكب القمر ده؟ قصدي يعني على القمر اللي هو بتاع كوكب الارض. خلي بالك، يا سلام يا باشا، حلو احتراف الحاجات دي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه اطلع اطلع اطلع، يا سلام، خلي بالك خلي بالك. حلو، خد الهديه دي وكمل. ايزي ايزي والله يا جماعه نايس، بس انا مش عارف هنوصل لحد فين. احنا نازلين نموت يعني، مش هنوصل لاي حته خالص. رجعت تاني، شوف الصاروخ اللي مقلوب هنا على القمر ده، مش عارف اتقلب ليه. اربع علينا واحد مشروب طاقه مره كمان. اضرب يا باشا ما يهمكش، خش معايا احمد ما يهمكش برضه. اوكي حلو حلو، الشلوزات. عايزين نركز بقى هنا يا جماعه، لان دي جلطه بصراحه. خلي بالك، ايوه انزل كده واطلع من هنا. انا ملاحظ العيال هناك عماله ترقص، وانا جاي لكم جاي لكم حالا، بس هرقص معاكم دلوقتي. اوكي خدت الهديه، اه خدت الهديه اهم حاجه. نايس، سلام عليك، ازيك يا عيال؟ حلو يا باشا، اتوقع كده نايس يا جماعه، قربنا نخلص. لا 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 لا، اوعى تموت هنا. ايوه اخيرا تشيك بوينت، حلو قوي. شوفوا تشيك بوينت في القمر عملاقه يا باشا، مش اي تشيك بوينت، بتاعت الكوكب القمر. يا كوكب القمر مش عارف ايه حكايه كوكب القمر يا باشا، مش كوكب ده، مش كوكب. طيب يا جماعه شكله كده في قلعه هناك ولا حاجه، ممكن تكون دي البوابه اللي احنا لازم ندخلها ويتوصلنا على الارض، شكلها كده هناك، فاتوقع ان احنا قربنا. هات الهديه الجميله دي كمان، حلو. ممكن اطلع هنا على طول اختصار كده. يا سلام يا سلام يا سلام، والله عملتها يا جماعه، مفيش حد فكر فيها غير الذكي الاسطوره العبقري. شوفوا 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 شوفوا. اوكي ازيكم يا عيال، ازيكم، عاملين ايه؟ مش مشكله يعني. طب يا جماعه شكلنا كده فعلا وصلنا للبوابه اللي هو بيقول عليها، هي اللي قدامنا دي، مفروض انها تودينا كوكب الارض، ازاي ما اعرفش، بس يعني شغل فيزياء بقى مش مهم يعني. خلي بالنا هنا بقى، ايوه ايوه تعالى هنا، والله شكلها رعب دي يا جماعه، صعبه. خلي بالك يا دي الليله، جلطه جلطه، اوعى يوسف ما تلخبطنيش يا يوسف، اوعى يا باشا من وشي. ايوه هنا تمام، هنا بعد كده خلي بالك خلي بالك، هنعرف. ياب نايس نايس، اوعى تتزحلق، انا حاسه هيتزحلق في المكان الغريب ده. ايوه ايوه حلو حلو حلو، نايس، شكلنا وصلنا يا جماعه رسميا دلوقتي. ياب حلو، بس البوابه دي بقى هتودينا على الارض ولا هيحصل مشكله تاني؟ مش عارف، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونروح الارض. اوكي احنا فين يا باشا؟ ايه ده؟ السلام عليكم، احنا فين يا باشا؟ مش عارف يا جماعه، مكان غريب جدا، انا حاسس ان انا بلعب سوبر ماريو يا باشا، مش ماريو ده ولا حاجه يعني، شكله غريب جدا. ايه ده ايه ده؟ خلي بالك خلي بالك، يا نهار ازرق، ايه ده يا باشا؟ ده باون ويل، بابا نويل، مصنع بابا نويل، اجري بسرعه. اوكي هات البتاع دي، حلو، انا حاسس ان دي هتنزل على دماغي، والله حسيت، انا حسيت. ودي كمان، حلو يا باشا، يلا اللي بعده. اوكي عديناها دي ايزي، مفيش مشكله، بس يا جماعه الوضع غريب يعني، شكلها بوابه زمنيه او حاجه زي كده، وخرجنا منها الحمد لله. يا ترى هتخرجنا فين بقى المره دي؟ يا دي الليله يا حبيبي، احنا مش هنوصل كوكب الارض مثلا؟ ايه المكان ده؟ اروح فين؟ يا نهار، ارجع 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 تاني. اوكي حلوة، وعمال يضحك على ايه مش عارف، بس شكلها حتة جلطة. لا لا لا، هناك 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 عيال، ما تخافوش، هنلحق هنلحق، والله اني جامد يا اخي، مفيش مشكلة. شوف يا جماعة، روحوا هم الناحية التانية. اوكي بسرعة بسرعة بسرعة،
اتوقع ممكن نلحق. لا مش هنلحق المره دي، تعالوا هنا خلينا محترمين، نيجي هنا يا باشا ونستنى. في واحد مات يا عيني، معلش يا كابتن. يلا بقى بسرعه دلوقتي، جري 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 على طول. كوكب الارض هناك، انا شفت الكوكب يا جماعه، عطارد والزهره والشمس وكله كله. خلينا نعدي بس. لا لحظه، خش هنا الاول. انا شفت الكواكب كلها يا باشا. لا يا جماعه، احنا اتحبسنا في سجن فضاء. يا دي الليله، ده احنا ليلتنا مش معديه النهارده. في واحد جاي يخرجنا، بيقول يا ترى ايه اللي حصل يا باشا. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، ما تجلطنيش معاك. شوف يا جماعه اللي حصل غريب جدا، احنا اتحبسنا في السجن الفضائي ده، وجاي واحد كده قال لك يا باشا انا هخرجكم، اعمل فيكم خير واخرجكم، انتوا صعبتوا عليا. هم متشكرين يا باشا والله، يعني الف شكر يا دماغك. ايه ده، ثواني والله، يعني يا ريتك ما خرجتنا، احنا شكلنا داخلين على جلطه زياده، كنا نموت في السجن ونخلص بقى من حياتنا. اوكي احنا عايزين نرجع كوكب الارض يا جماعه، مش عارف ارجع ازاي النهارده، انا مش عارف. يلا يا رجاله، حلو ده الطريق المظبوط يا جماعه، شكله هنا في بوتون بيشغل البتاع دي. لا بسرعه بسرعه بسرعه، اوكي ما لحقتش. طيب انا هستنى يا جماعه كده لحد ما تفصل واشغلها انا تاني واطلع اجري بقى على طول بسرعه. يلا يلا اشتغل. ايوه يا سلام يا باشا، جري 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 يا رجاله، جري جري هنروح فيها. الحمد لله يا جماعه لحقنا دلوقتي على طول. حلو، او ماي جاد، بيقول لي دوس على التيم بوتون، والتليبورت ده شكله كده هيفتح لنا. او ماي جاد، يمكن التليبورت ده هو اللي يودينا كوكب الارض، يمكن او يمكن يودينا اي كوكب منيل على دماغنا تاني. يلا يا رجال، انا هروح ادوس على البوتون اللي في الناحيه اليمين وانت دوس على الشمال، ماشي ولا لازم ادوس على الاثنين؟ مش عارف. خلي بالك خلي بالك، بقول خلي بالك ورحت لابس في وشي على طول. خلي بالك بقى المره دي، اوكي. لا 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 لا، دي ممكن نعدي من تحتها ولا مش ممكن يا باشا؟ ايوه الحمد لله ظبطت، هنا نط. يا سلام، طيب دوسنا على اول بوتون. دلوقتي بقى يا جماعه هروح على البوتون الثاني، لان شكله برده لازم ادوس على الاثنين مع بعض. واو، على البلوكات المخفيه الاسطوره، حلو نايس يا باشا. طيب كده دوسنا على البوتون الثاني، المفروض التليبورت يشتغل. واو يا جماعه، وانا بعمل واو يا باشا، انا حاسس ان انا بتجنن ولا ايه الكهرباء دي؟ اوكي ايه اللي حصل ايه اللي حصل؟ شوف يا جماعه دلوقتي جينا هنا في مكان غريب، معرفش احنا كده في كوكب الارض ولا ايه ده. لحظة، هو مش ده الفضاء اللي احنا هزمناه من شويه؟ اوعى يكون رجعنا له تاني، ربنا يستر ما نكونش رجعنا له تاني عشان ما تجلطش. احنا اتبلعنا جوه تاني. هو واضح كده يا جماعه ان هو يعني في كوكب الارض دلوقتي، فاحنا لو خرجنا منه نخرج على الكوكب على طول، واضح. طيب ربنا يكرم بقى ونعرف نخرج من الحج ده. ركزوا عيال، اوكي يا سلام، مش عارف ايه اللي بلعه ده، ده حباله الصوتيه دي ولا ايه؟ مش عارف، يمكن تكون حباله الصوتيه او ممكن اسكت احسن. ممكن يا جماعه والله الماب كبير بصراحه بس ممتع برضو. يا سلام يا باشا، خلي بالك. اوكي حلو، اوعى يا مستر حمو، اوعى يا مستر حمو تجلطنيش. حلو يا جماعه، دلوقتي عدينا من الحبال الصوتيه دي، مش عارف هيدخل على ايه بقى دلوقتي، هيدخل على معدته ولا ايه؟ اوكي يا سلام على شكلنا كده واحنا عمالين نطلع مع بعض. والله شكلنا اسطوري كده ما شاء الله. طيب عدينا، قلبه، بس قلبه غريب يا جماعه، ده مش قلب بني ادمين خالص، ما هو مش بني ادم يعني، هو فضائي اساسا، فتمام ما فيش مشكله. خلي بالك هنا، حلو اطلع هنا يا باشا. اوكي ابعد عن قلبه ده، ابعد عن قلبه، مش عايزين نزعل قلبه في حاجه يا جماعه، عشان لو قلبه زعل مش عارف ممكن يعمل فينا ايه بصراحه. يلا وصلنا هنا خلاص، نايس، عدينا منطقه القلب يا باشا بسلام. ده شكله كده القفص الصدري، والله شكله كده يعني بس غريب. هنا اوكي، اوعى يا باشا من وشي. نروح فين يا رجاله؟ الناحيه دي، تمام، انا معاكم مفيش اي مشكله خالص. هنا اخيرا خلصنا باركور العظم، تمام يا باشا. يلا هنطلع من عنده، والله شكلنا هنطلع، الحمد لله يا جماعه، يمكن نطلع دلوقتي على الكوكب. يا ريت يا ريت كوكبنا بقى، يا دي الليله. شكله كوكبنا ولا مش كوكبنا؟ هو المكان فخم كده بس مش عارف. نايس يا جماعه، والله شكلنا كده فعلا اخيرا، ده يعني وصلنا الكوكب رسميا. وبس كده شفنا كان فيديو النهارده، يا رب فيديو على القصه بتاعته بيه، ما تنسوش اللايك واشترك لو ما كنتوش مشتركين. وبصراحه الماب كان طويل لكن اسطوري جدا وعجبني وفكرته حلوه، وفي شويه حاجات فخمه عجبتني يعني، ودخلنا على القمر ودخلنا على سفينه فضائيه وحاجات غريبه، بس اهم حاجه تكونوا استمتعتوا. ما تنسوش اللايك واشوفك الحلقه الجايه يا حبيبي، ومع السلامه.